اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم في حلقه جديده من وصفات سناء كناني باش نقدم لكم طريقه تحضير شنيك مالح وسهل وكيجي اكثر من رائع وبحشوه اللي سهله ومتوفره في كل بيت. شوفوا معايا الشنيك كيجي من الداخل. انا هذه الطاوعات خرجتها من الفران. شوفوا كيعمر بالحشوه وكيجي مفشفش وكيجي غزال، وتقدروا تعطيوه حتى وليدات كفكره لوليدات الكوتي الغدا المدرسه وديروه نتوما كالكوتي ديال العشيه، راه كيجي رائع. كتحطوه ديال تحمير الوجه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير كاملين وطريقه التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وابوني. وبالنسبه للخليط غادي نحتاجو 600 غرام ديال الطحين، 350 ملل ديال الحليب، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، ابيض بيضه، وعندنا الملح، و50 غرام ديال الزبده اللي مذوبه. اي زبده تقدروا ديروا، يعني حتى من اصل نباتي كتجي زوينه. صافي غادي نبداو بالخليط الاول اللي غادي نديروه باش يتجانس لنا الخليط، وعاد غادي نكملوا معكم. غادي نبدا دابا بخميره الخبز، معلقه كبيره كما قلت لكم، سكر سنيده، ضروري من هذه الخطوه هذه في الاول ديال السنيده والخميره والحليب نخليهم واحد 10 ديال الدقائق كيرتاحوا عاد باش نكملوا. غادي نزيدوا الحليب، غادي نديرو واحد 250 مليلتر ديال الحليب، وغنخليو 100 مليلتر يعني في الجانب. هذا ضروري ما تخلطو مزيان حتى ما كتبقاش لنا دوك الكويرات ديال السكر سنيده، ما كيبقاوش يتسمعوا لنا داك الخسخس، ضروري تذوب لنا سنيده في مره عاد باش نحبسوا الخليط. دابا غادي نخليوها ترتاح لمده 10 ديال الدقائق حتى الخليط حتى داك العناصر تجانس. شوفوا الخليط كيطلع خمرت، طلعت فيه الخميره، ضروري من هذه الخطوه هذه. غادي نزيدو عليه الملح، الملح كيبقى على حسب الخليط، على حسب الذوق سمحوا لي، على حسب الذوق. وغادي ندير زبده مذوبه، ابيض بيضه، نديرو السوائل هما الاولين عاد نديرو الطحين. حنا كنديرو السوائل وحنا كنخلطو، وغادي نزيد عليهم الطحين دفعه واحده. هذه عجين سهل ما فيش تعقيدات وكيجي اكثر من رائع، وكيجي هشيش مفشفش، كيجي زوين، ودغيا دغيا كيتعجن، دغيا دغيا كيخمر، يعني ما كيشدلكش كاع وقت. حتى الا كنتو مزروبين بهم وباغيين ديروهم بالزربه راه ما كياخذوش منكم وقت، دغيا دغيا كديروهم ودغيا دغيا كيوجدوا. صافي غادي نخلطوا الخليط كامل بهالطريقه هذه كما كتشوفوا. انا عندي هنايا درت 350 ملل ديال الحليب كامله، نتوما على حساب نوعيه الدقيق، ربما ما هذا يعني نتوما غتشوفوا الخليط ما خاصوش يجي خفيف، خاصو يجي شاد راسو باش ملي كنطلقوه داكشي ما كيعذبناش، يعني كتجي العجينه واقفه. صافي غادي نخلطوها مزيان وما تجيش قاصحه عاوتاني. المهم انا داك القياس راه درت فيه داك الحليب كامل. غادي نجيب العجانه انا هنايا وغادي نخلط فيها تتدلك لي العجينه مزيان. اللي متوفره ليه العجانه راه غيدير فيها، اللي ما متوفراش ليه غادي يطلقها فوق سطح العمل وغادي يدلكها، حيت خاصها تدلك وتجي معجونه العجينه، ضروري من هذه الخطوه هذه. شوفوا العجينه دابا بعد ما تدلكات، شوفوا الشكل ديالها، راه ما خاصهاش تكون خفيفه بزاف، ما هي خفيفه ما هي قاصحه في المتوسط. وغادي نخليوها هنا تخمر. دابا الحا سخون راه كتخمر بالزربه. وغادي ندوزو للحشوه. عندي مطيشه كبيره بقشورها مقطعه صغيره، عندي بصله مقطعه، عندي فلفله الوان نص فلفله نص فلفله من الشكل، عندي الطون، هريسه، معدنوس وفخوماج. بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه، اللي كيبغي الحراره يديرها، راه كتجي مبنه داك الحروره وداك داك الهريسه كتبنن لنا الحشوه، حيت هاد الحشوه ما فيها لا عطريه كما كتشوفوا لا حتى شي حاجه. هاد المقادير هما اللي فيها، يعني كتجي خفيفه وكتجي بنينه. انا ضروري من الهريسه بحال هاد الحشوات كيعجبوني بالهريسه، واللي ما كتعجبوش ما يديرهاش. وغادي نزيدو هنا الفلفل الالوان اللي مقطعه قطع صغيره كما كتشوفوا، غنزيدو على البصيله، غنزيدو على مطيشه. هادو كلهم هاد الثلاثه ديال الخضر كنديروهم كلهم كيتشحروا لنا في دقه واحده، كتشحروهم مزيان. كنزيدو عليهم معلقه الزعتر وكنزيدو مليحه. الزعتر كيبقى اختياري، اللي كيعجبو الكود الزعتر يديرو، اللي ما كيعجبوش ما يديروش، كل واحد لكم الاختيار. وكنديروا زيت المائده هي اللي كنديروا باش كنشحروا هذا الخليط هذا. صافي كنخلطوه مزيان، كنخلطوا فيه حتى تيتشحر حتى تنزل لنا الحشوه. غير يوم ما خصهاش عجينه تنزل في مره بزاف، هانتوما غتشوفوا الشكل ديالها كي كتبقى، ها هو الشكل ديالها. صافي وكنديروا فوق منها المعدنوس. المعدنوس كيطلق واحد الطراوه في هذه الحشوه، كيطلق واحد البنه خاصه. ملي كنقربوا نطفيو عاد كنديروه،
كنخليه هو اخر مرحله صافي. كنخلط هذاك المعدنوس ديالي مع الحشوه، وهي دابا الحشوه ديالي وجدات، غادي نخليها بارده غنخليها تبرد وندوز للعجين. العجين هنايا شوفوا فاش خمر كيولا، تزيد ضعف الحجم ديالو يعني ثلاثه الاضعاف صافي. وكنحيدوه، كنديروا الطحين فوق سطح العمل. ضروري ما ديروا الطحين باش ما تلصقش لكم العجينه، ومنين تبغيو تلويوها تحصلوا معاها تحلو معاها. الا ما درتوش الطحين تقدروا تكون كتلوو وتعوج لكم العجينه كامله صافي. غادي نطلقها مزيان فوق سطح العمل كامل اللي عندي انايا، وغادي نجيب هذاك الموز ديال البيتزا، غادي نقد به الجوانب، وانتم استعملوا هي مساعدي ولا هذا اللي كان. المهم هذوك الجوانب خاصهم يتقادوا، هي باش كتجينا ملي كنكونوا كنديروا العجينه ما كتجيشنا جهه عوجاجيه ما مقاداش، كتجينا كلشي مقاد. ها هي العجين بعد ما طلقتها، غادي نجيب دابا الحشوه غادي نطلقها حتى فوق العجين. راه كتجي بعدا باش كنديروا داك الشنيكات كتجي الحشوه باينه، وكتجي كتجيب داك الحراره كتجي من السما كتجي غزاله صافي. وغادي نديروا الطون، غادي ندردروه الطون ديال الزيت، غندردروه فوق الحشوه. الطون راه ما كنخلطوش مع الحشوه كما شفتوا، هو كنديروا حتى الاخير حتى نطلق الحشوه باش كيجي حتى هو باين المذاق ديالو، ما كيتخلطش فوسط العناصر الاخرى. وغادي نديروا الفرماج. انا عندي هنا الايمونتال، تقدروا ديروا الموتزاري، تقدروا ديروا الفرماج الاحمر اللي عندكم، تقدروا اي نوع الفرماج تقدروا تبننوا به صافي. وغادي نلوي انا هذا العجين، غادي نخرج منها جوج رولويات. الا بغيتو نتوما شنيكات كبار غتلويوه حتى الاخر صافي، وغتقطعوه في مره واحده. مي انا ما بغيتهمش، ما بغيتش يجوني شنيكات كبار، غادي نقسمو على النص، وغادي نقطع بالموس ونسدو مزيان كما كتشوفوا، وعاد نمشي للنص الثاني حتى هو نجمع. راها ساهله دغيا دغيا كتجمع صافي. وضروري ما تسدوا العجينه مزيان، تسدوها برويصه صبعكم، تبقاو تجمعوا فيها وتجمعوها من الجنب باش ما كتخرجناش الحشوه صافي. وغادي ندخلوها للمجمد، انا غادي ندخلها 15 دقيقه هي باش تشد ليا راسها، باش ملي كنجيو نقطعوها بداك الخيط الغذائي ما كتعذبناش، وكتكون العجينه شدات راسها في المجمد، حيت مع الصهد دغيا كترخى العجينه صافي. وغادي نقطعوا دابا بالخيط الغذائي، داك الخيط الغذائي راه كيكون قاصح يعني، كديروه من تحت من العجينه كتقطعوا كروه صافي وكيتقطع، ما كاينش غتقطعوا بالموس عادي وتقادوهم ديك الساعه في الاخير. انا جبت هنايا الطاوله اللي غادي نحط فيها، غنستف فيها الشنيكات اللي عندي. من الاحسن يكون ورق الطهي، ورق الطهي كيشد لينا على الحشوه باش ما تلصقش لنا في الطاوه، وكيحتفظ لنا على داك لي شنيك كيجيو زوينين في الطياب ديالهم. ومن الاحسن ديروا الحشوه اللي عامره، ديروها ملي تقطعوا الشنيكات ديروا الحشوه من الفوق، حتى ملي كنطيبهم وداكشي كتجي داك الفلافل باينين، داك المعدنوس، داك الطون كيجي باين من الفوق، ما كنحتاجو نزوقهم بتا شي حاجه. وهذا هو الشكل ديالهم، انا دابا كنقادهم شويه هكا. وهاد العجين راه خرج لي انا ثلاثه ديال الطاوات، يعني تبارك الله خرج لي الخير والبركه. غادي نجيبو داك اصفر البيضه اللي خليت في الاول من البياض، وغادي نديرو بالصوجه، وغادي نخلطو وندهن ندهن الواجهه ديالهم باش كتعطيها واحد اللون ذهبي زوين، كيجي لون موحد وكيجي رائع صافي. غادي ندهن الشنيك كاملين اللي عندي، وغادي ندخلهم الفران، غنشعل عليهم من التحت ومن الفوق على 180 درجه. وهذا هو الشكل ديالهم ملي كيخرجوا من الفران، شوفوا الشكل ديالهم كي طايبين، راهم غزالين باقيين سخونين وريحتهم طالعه يا سلام كتشهي. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وابوني، والى الحلقه القادمه ان شاء الله في وصفه جديده من وصفاتي، ومرحبا بكم.